الدخول الحديد حول الذهب والفضة. المدرسة حتى الدراسي حيث كان رؤيا مصابة بدرجة عالية من الفهم لواقع الحرب السياسي والاجتماعي والاقتصادي في هذا البلد. لا ندري أننا مع نقول أننا درسنا إتقان جوانب هذه الحياة. أن نتحدث عن رؤية سياسية ونترك رباية الحزب باعتبار المبدئيات الأساسية لأي حزب سياسي وهي حالة التوافق بين كل الأعضاء. ولا أقول التوافق المطلق ولكن تبقى يبقى قدر من الاختلاف وقدر من التباين ليس بمنجاه ولكن حتى بتقليل واحد. عندما نرصد هذه الرسائل لم يكن كل الحزب واقف عليها. كانت في اراء وفي افكار لكن حاله الاجماع النسبي شكلت هذه المرجعيه الثقافيه والفكريه والسياسيه تشد الاشتراكيه. هذه المرجعيه الاولى التي سردنا عليها السيره الطبيعيه وهي التي تشكل هويه الحزب، الهويه الفكريه والهويه السياسيه بالمفهوم الذي تكلمت عنه بشر. لكن طبعا ما تعرف مع تعرف الوجود. النقطه الثانيه اللي هي قراءتنا للواقع السياسي، للحراك السياسي، للحراك الاجتماعي وكل ما شهد المجتمع اليمني خلال الفتره الماضيه من حرب ومن صراع ومن تناقضات، وبالتالي شكلت هاتان المرجعيتان اساس رؤيه الحزب في قدر ربما يعني من الضعف هنا او هناك، لكن حاولت الرؤيه بشكل كبير ان تكون متكامله. يصعب ان نقرا جزء منها بمعزل عن الجزء الاخر. اذا اردنا ان نقراها هي تبقاها بشكل كامل. ولنبدا من الموضوع الاول الذي يثير حول الجدل اللي هو موضوع الشريعه الاسلاميه. اولا ساتحدث بشكل عام حول هذا الموضوع. عندما يجد الحديث عن الشريعه الاسلاميه للأسف ينصرف الذهن من أي واحد فيهم إلى التطبيقات أو تطبيقات الشريعة التي تمثل هذا الذهن ويقول يا رب الله. أيوه عندما ينصرف الذهن إلى هذه التطبيقات التي تمت في أفغانستان أو في السودان أو كذا أي واحد يعني خلينا نقول انا اقول حكمة طبقت، طبقت بالشكل بهذا الشكل او ذاك، كل واحد له طريقه. ثم مش فقط التطبيقات ولكن ما يصرح به بعض ممن يدعون الغيره على الشريعه الاسلاميه يشتي حقه. هذا الفراغ الذي نؤمن، هذا الفراغ الذي نؤمن في كثير من الاحيان ترك فرصه لمن يدعي على الشريعه الاسلاميه ان يطلع على الفراغ. وكان يقولكم يقول لنا هذا المكان لا تقعدوش، هذا حقي انا وكان لو بالفكر لم يريد يقال تكون مشكله. هنا تكون المشكله إننا صدقناكم من الله كذا. إذا مع العلم أن الفكر البشري الفكر المرتبط بالشريعة الجزء الأكبر من الفكر هو مثل البشري.
ما حد يقدر يقدم لي يقول لك والله انا ماشي لدوري. لكن اقول احنا اليسار في مراحل تاريخيه كثيره وخاصه في لبنان نظرنا لما نراه حقيقه المساحه او يعني المساحه التي يملاها الدين في عقل المجتمع او في عقل الانسان في هذا اكثر من 90% من مساحه العقل داخل المجتمع لم يملاها الدين. احنا وقفنا خارج هذا العقل عشان نغيره في داخله ما قدرنا ندخل فيه حسن نغير مخالب ونقراها بإحنان ولم نستطيع ذلك ولم نستطيع حتى من داخل لأنه متمكس قبل أما إذا كنت هذا الموقع خلاص إذا كنت عندنا هذا إيصاع علينا نحن نشتري كل شيء جاهز ونريد أن نعرف النظام بأدوات حيثها غير جاهزة لكن إيش نقول نحن معرفتنا ليست مع عنوان الشرع الإسلامي ليست مع الشرع الإسلامي مع مضامين ومقاصد نقط تعيش حالة دينية معينة وتريد أن تغير الكون وتنتج فكرة ولكن لا تشترك منها نحن في حزب مناضل مع المجتمع إذا أردنا لكم حزب مناضل مع المجتمع علينا في هذا الحال أن نتفاعل مع هذا العقل الذي نسعى إلى تغييره ولن نستطيع أن نغير هذا العقل إلا من داخل. أما من خارجه فلن نستطيع بكل تأكيد وبالتالي هذه القوى التي تبدو الغيرة عن الشريعة الإسلامية هي كل يوم تبقى هناك مشكلة عشان تبقى بعيد ليبقى المفتاح معانا عشان يقول لك بعدين لما عشان تدخل هذا الباب بعمل لك نسخة أنا في مش نسخة أنا أشياء أدخل هذا الباب بنسختي الخاصة لذلك نحن بعض الأحيان انطلقوا وقالوا وتكلموا وعملوا وصلحوا هم مستحيل فيقولوا كلام كثير لكن هذا الموضوع انا اعتقد نحن اليوم في امس الحاجه ونحن نتعامل مع هذه القضيه الهامه ان نتحدث عن مقاصد الشريعه باعتبار ان مقاصد الشريعه والاجتهاد فيما يتعلق بهذا الموضوع مضامينها من مصالح المرسله التي تعتبر جزء من الشريعه هي حقا مثل الا اذا كنا نحن نشعر انه والله هذا الدور المغلق علينا البعد منه فعلا يعني مريح طبعا قد يكون مريح فقط لكن الخوف خوف معركه حقيقيه هي المعركه النظريه والفكريه والسياسيه والاجتماعيه التي تمكننا من ان نكون حاضرين في العقل المجتمعي بالوعي المجتمعي وبالتالي لا أن نقضها للمعركة إذا أردنا أن نختبر قدرتنا على إنتاج فكرة في إطار ما يؤمن به هذا العقل بتغييره أما أننا حقيقة ننظر إلى والله إنه سأتعامل مع هذه القضية بشكل تكتيكي لا شوفوا موقفنا من هذا الموضوع مش تكتيكي موقفنا من هذا الموضوع ولا هو رسالة لأحد عشان يطعننا هذا كلام غلط لا رسالة لأحد عشان يطعننا ولا هو موقف تكتيكي مننا ولكن موقف نضالي على الحزب الاشتراكي وعلى كل القيادات ان تقود بشكل صحيح وتقود هذه المعركه وعندما يريد ان تقرا رؤيتنا الرؤيه كما قلت لا تتحدث بالفعل نقول
ما هي المآخذ للأخذ مثلا بموضوع الشريعة أو الحديث عن الشريعة؟ طب يقول الله يا أخوان الدنيا إحنا في المشروع تحدثنا عن القوانين الدولية في كل وقت، تحدثنا عن الحقوق وعن الحريات وعن المرأة، صح ربما تبين السيارات، لكن أريد في هذه الحالة أن نقرأ فيه من موضوع الشريعة من خلال بقية مكونات الرؤية، ما يسمى ربما أو كذا، لا التعارض ربما لصالح، لا في التفسير. إذا قلنا مثلا المرأة التي أولدتها بشرى، أنا ما أخشى أنه مثلا المأمور في جانب حرمة الحريات والتعارض نبقى في التعارض مع الشريعة الإسلامية. أنا كمان أنا هكذا أتمنى، لكن ليش يقول أن تتعارض؟ إذا تتعارض مع المفهوم الذي يفسر الشريعة الإسلامية على طريقة بفهم معين بالضبط التفسيرية، لكن أنا الآن أتمنى إذا أنت حاجة في هذا التمنى. هذه المسألة بفضل الشخصي طبعاً في حد الاشتراكي أمام تجربة حقيقية أن نخرج من نساء مجرد إنتاج الفكرة كياسات ولا نستطيع الحدود على الناس إلى أن نواصل دورنا كحزب دائرة شعبي وحتى نضبط أيضا يبحث عن وجوده في هذا المكون السياسي العام، لأنه لا يمكن أن يغير إلا بدور السلطة تجارية. اجلس أنت يعني اعمل لك منابر واخطب واتكلم، لكن الذي سيغير بدرجه رئيسيه هي ادوات الصوت باختصار. ولذلك كل الاحزاب والمكونات الدعويه التي قامت سواء كانت في مختلف التوجهات المختلفه في مراحل معينه، ونحن قام قائد مع جد الأخوان المسلمين جمع الأولى قالوا نحن دعوين ليس لنا علاقة بالسلطة. لا تعني بالأخير وجدوا أن نرشح عن خيار للتغيير إلا من يصل للسلطة باختصار. أنا أعرف هذا الموضوع وأمامنا تجربتنا السياسية منذ يعني منذ 67 عندما نتكلم عن